عدنا إليكم أعزائي المشاهدين من جديد. مثل ما قلت لكم في خلل بسيط وراح ينحل إن شاء الله، والشباب ما قصروا بالإعداد، قاعدوا يخابطون يراكضون وخلل بسيط بس ساير، والشباب زعلانين وزعلوا علي أنا، مع أني أنا ما بيدي شيء، والله بيدي شيء يا عيال، علمتكم ما بيدي شيء. فقرة تبدأ الساعة 44 أو 54 دقيقة، ما خليك وتشيجي وخلي تدرب معي يا بشب، ايش رايكم؟ زينة؟ طيب فقرة المنيوم حقكم، حقكم والله، والله حقكم، ما في وقت معنا حلو، ولكن الحل ان كل منكم ياخذ جائزته وياخذ 600 600 والمطبخ ما راح نكمل. يلا وجهك، يلا وجهك حلال. احنا والله اسمع يا حلال، احنا والله ودنا بالمطبخ عشان الجمهور وعشان هذا اللي في خطرنا، لكن مثل ما تعرف الخلل اللي حصل والوقت ما عاد يمدينا، وعندنا فقره كوتش وعندنا حبيبي بعدين الساعه 42 دقيقه، احنا جالسين هنا احترام لك ومحبه لك، ولا الوقت حبيب قلبي الله يطول عمرك. انت انت انت, انت الكل في الكل يا ساير، قول لي اله الله، انت الكل في الكل. هو خلل بسيط ولكن ما ودنا ان نضايق عليكم انتم، ولا ودنا نضايق على الاعداد، لان الاعداد عز الله انهم ما قصروا، قاموا يدابكون ويراكضون ويعطيهم الف عافيه صراحه. الله يطول عمرك، ندري والله انتم مش تامرون فيه الان، بس نبي نعتذر من الجمهور، ندري انه والله ودنا الجمهور بيقدر. ايه الجمهور بيقدر، نعوضهم ان شاء الله نعوضهم، على ان والله الحماس اليوم كان عالي جدا يا حيلان. دخل الاذان، اذن بعدين نرجع له. بعلمك يا حيلان، اذن اذن بأذن، بس عندي كلمة. أبشر سعد. بيض الله وجهك. وجهك أبيض بعد. الأذان قبل بعد كلمة أذن. أذن. أذني. أحد أذن عيال صوتي تعبان. طيب جبر تعال. قبل ما أذن. هم دايم بخليك عند حول الوقت. أذن أذن.